تحياتي. إيريك غارسيا وصلت الأخبار السعيدة لكتالونيا قبل أيام. بيب غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد بيحكي غارسيا أبلغ النادي بأنه ما بده يجدد عقده، هو يريد الرحيل، على الأغلب يريد اللعب في مكان آخر. هذا يعني بنسبة كبيرة أنه إيريك غارسيا بطريقه لبرشلونة هذا الصيف حتى لا يخسروا مانشستر سيتي مجاناً، لأنه عقده بيخلص في 2021. اللاعب وصل لمانشستر سيتي عام 2016 مقابل 2 مليون يورو، يعني بعد موسم واحد فقط من وصول بيب للنادي الإنجليزي. الآن مانشستر سيتي بيطلب ما يقارب 25 ل 30 مليون يورو مقابل موهبته الشابة البالغ عمره 19 سنة. المدافع كان في رهان عليه من بيب مستقبلا، مثلا في الموسم الأول 18-19 ما لعب كثير في البريمير ليج ولا مباراة، لكن ظهر في 3 مباريات بالكؤوس. بس في الموسم الثاني 19-20 اللي انتهى اتحسن كثير، ظهر 13 مباراة بريمير ليج ولعب 19 مباراة بالمجمل، رقم محترم للاعب شاب في الدوري الإنجليزي. بس واضح انه حلمه في تمثيل برشلونة غلبه جدا، لدرجة انه رفض التفاوض على عقد جديد مهما كان مستقبله في مانشستر سيتي. فمين هذا إيريك غارسيا؟ هو شاب عمره 19 سنة، مولود في مدينة برشلونة، بيلعب قلب دفاع بالأساس، بس أيضا بيقدر يلعب كظهير أيمن. طوله 1.82 متر، يعني مش طويل كثير، يعني أقصر حتى من لينجلي بأربع سنتيمتر. طبعاً غارسيا من أبناء لاماسيا، كثير ناس بتأملوا تكون عودته على طريقة عودة بيكي من مانشستر يونايتد، وغوارديولا وثق فيه في أكثر من مباراة مهمة، خلانا نشوفه ضد أرسنال، ليفربول، إيفرتون، وكأنه كان يجهزه لشيء أكبر قريباً. حتى الآن ما مثل منتخب إسبانيا، لكن لعب مع تحت 19 تحت 21. متوقع أنه قدومه لبرشلونة يسرع انضمامه للمنتخب الأول طبعا، وهي معروفة أنها تكون أحد أهم دوافعه لهذه العودة. طبعا بالنسبة لقدراته على الكرة مثل كل منتجات لاماسيا، لاعب ممتاز على الكرة. من ميزاته اللي شفناها الثقة بالنفس، عنده واضحة وملموسة، وعنده حس توقع جميل جدا، بتشوفوا منه انه بيعرف الكرة وين رايحة واتجاهها، فبكون جاهز. عنده هدوء واتزان بيساعدوك لما تكون في مواقف صعبة في المباريات، بيعرف ياخذ قرار جيد في المواقف الدفاعية، وايضا في الصعود بالكرة دائما بتلقاه بيختار التمريرة اللي بتساعد فريقه هجوميا. طوله طبعا عائق عليه في مسألة الكرات الهوائية، خصوصا لما تكون الكرات خطيرة على فريقه في منطقة الجزاء. ايضا لازم نفهم انه قلب الدفاع عشان يتطور لازم يلعب اكثر، هو عنده اشياء لسه محتاج تتطور، مثلا في رقابة الاشخاص واحد لواحد القريب منه بده شوي، بده خبرة، وايضا بمسألة المواجهات لواحد لواحد ايضا بده خبرة اكثر وبده لعب اكثر. تمركز الدفاعي وقراءة المواقف زي ما حكيت ممتازة، بس حتتطور اكثر كل ما لعب. لازم نفهم انه عمره 19 سنة، والهدف انه يكون جاهز منطقيا خلال سنتين يكون اساسي في برشلونة. لازم نسمع منكم الان وجهة نظركم في إيريك غارسيا، هل هو الصفقة اللي حتنقذ دفاع برشلونة ولا لا؟